لا حلول للملف الرئاسي والمبادرة الفرنسية لن تبصر النور. فشل كل المحاولات لإنجاز الحوار وصفحة فرنجية سلام طويت. حراك في كواليس السفرات لتجنب تداعيات قرارات اللجنة الخماسية. بعد انسداد الأفق الرئاسي على الجبهتين الداخلية والخارجية، تشير آخر اللقاءات لبيان الاجتماع الخماسي في الدوحة إلى أنه طويت صفحة المبادرة الفرنسية بمعادلتيها، رئاسة الجمهورية لسليمان الفرنجية ورئاسة الحكومة لنواف سلام، والحوار من أجل التوافق على رئيس الذي أطلقه الثنائي الشيعي أمل وحزب الله وتبناه الفريق الفرنسي خلال مرحلة باتريك دوريل، امتداداً إلى الموفد جون إيف لودريان وفق ما جاء في الأنباء الكويتية. إحدى أهم النقاط الأساسية التي كرسها هذا الاجتماع بحسب موقع المدن هو عدم الإشارة في بيانه الختامي إلى فكرة الحوار التي كانت مطروحة بين الأفرقاء اللبنانيين، وهي فكرة فرنسية حصل عليها تقاطع مع قوى داخلية على رأسها الثنائي الشيعي. وبحسب المعلومات فقد كان هناك توافق سعودي قطري على عدم الدعوة إلى هذا الحوار في المرحلة الحالية، وذلك لعدة أسباب بحسب المدن، أولها عدم نضوج الظروف على الساحة السياسية، وثانياً لأن لا أحد يمكنه ضبط هذا الحوار وإلى أين يمكن أن يذهب، وثالثاً باعتبار أن كل الحوارات التي خيضت سابقاً في بيروت لم يتم الالتزام بنتائجها ولم يحصل أي تطبيق لمقرراتها وفق الموقع أيضاً. يأتي ذلك بالتزامن مع ما أورده موقع لبنان ديبيت نقلاً عن مصادر مطلعة أن عدد من السفراء الأجانب تحركوا في بيروت بعيداً عن الأعلام في أعقاب البيان الذي صدر عن الاجتماع الخماسي وتضمن تهديدات واضحة باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في موضوع انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك لمنع المزيد من التشنج على الأجواء السلبية أصلاً ولتهدئة الإيقاع قليلاً، مع الحرص على ألا تقود الأجواء إلى مزيد من التشدد إزاء الملف الرئاسي. وفي ظل هذه السوداوية التي تسيطر على هذا الملف، فهل ينجح هؤلاء في إحداث خرق جديد على خط بعبده؟